مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه جديده من السادسه، تحياتي ليكم في بدايه الحلقه. بس احنا كنا لسه بنسخن، لكن المونديال واضح انه بادي نار. انجلترا النهارده بتسحق ايران بسداسيه. انا كنت حابب انها تبقى 6-1، بس هم بلغوني انها خلصت 6-2. على كل الاحوال ساوث جيت اعتقد انه وجه ضربه قاضيه لكارلوس كيروش، وانا بشوف المباراه النهارده وبتابع المباراه قلت بيني وبين نفسي بصراحه قلت الحمد لله انه الراجل ما وافقش يرجع. وسيناريو المباراه دي فكرني وانا بتابعها وبتفرج عليها بسيناريو مباراه مصر ونيجيريا، بدايه المشوار بتاعنا في بطوله امم افريقيا لو لسه فاكرين. حاله من حالات العك الكروي، تفهمش ازاي كانت ايران رايحه تواجه انجلترا بكامل نجومها اللي تالقوا، خد بالك اللي لعبوا المباراه بشكل اساسي كتيبه، واللي كانوا موجودين على الدكه بره كتيبه تانية خالص. على كل الاحوال سداسيه بالتاكيد تاريخيه، دفعه معنويه كبيره جدا لانجلترا في بدايه المشوار، كشرت عن انيابها بكل ما تحمله الكلمه من معاني، وبتقول انا جايه المره دي انافس بجد. سكواد انجلترا انا راهنت عليه واحنا بنتابع او بنحلل افضل او اهم او اقوى المنتخبات المرشحه لتحقيق اللقب، وراهنت عليها وكان شكي الوحيد في ساوث جيت. لكن ساوث جيت الحقيقه النهارده ما تقدرش تمسك عليه حاجه غلط، دار المباراه بشكل اكتر من رائع، ما اكتفاش بثلاثيه كانت كافيه جدا لحسم المباراه في شوطها الاول، لا بالعكس ضغط وعمل تغييرات هجوميه ونزل فيه الفودن اللي كنت متوقع ان يبدا بيه، ولازم فيه الفودن يكون دايما في اي تشكيله بشكل اساسي، لكن هو فضل انه يكون جنبه على الدكه. دفع بجريليتش اللي كافئه واحرز الهدف السادس، ولينا واقفه النهارده مع تفصيله مهمه جدا 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 في هدف جاك جريليتش، الهدف السادس اللي احرزته انجلترا.